يقول صليت أحد الفروض وكان بجانبي أناسا يصلون، ثم فجأة انفردوا بصلاتهم وبقيت وحدي أتابع الإمام وليس بجانبي أحد، علما بأنني أسمع صوت الإمام إذا ركع وسجد، ما حكم صلاتي؟ إذا كنت صليت منفردا صلاتك غير صحيحة. كان الواجب أنك دخلت مع الصف اللي أمامك، أنك دخلت مع الصف الذي أمامك إن كان أمامك صف، أو تخلفت الصف الذي خلفك. أما أن تبقى وحدك وليس عن يمينك أحد ولا عن يسارك أحد، صلاتك غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.